تحتاجوا انكم تعملوا سكرين شوتس في شغلكم، تجهزوا ريبورتس مثلا تقارير، تعملوا توتوريال لبرنامج معين او شرح لحاجه معينه، فتحتاجوا انكم تعملوا سكرين شوتس كثير. ممكن نعم. طب كيف بتعملوا السكرين شوت؟ سنيبينج تول. طب لو عندك 50 سكرين شوت عاوز تعمليها، how would you do it؟ باخذ سكرين شوت لكل ستيب عندي. طيب let me show you guys a tool موجودة في كل الويندوز، ويندوز اكس بي، ويندوز 7، ويندوز 10، ايا كان. تمام، الحين انا شغال على ويندوز سيرفر وبرضه موجودة التول. التول دي اسمها ستيبس ريكوردر، فبختار ستيبس ريكوردر، تفتح معي ستيبس ريكوردر، بعمل ستارت ريكوردر، بعدين اعمل اي حاجه انت عاوزها جوا الويندوز. بعد المينيمايز اي حاجه سواء ويندوز ولا افتح انترنت اكسبلورر وادخل على موقع وبرضه حيسيب. فنجرب مثلا اني افتح هنا ويندوز اكسسوري نوت باد مثلا، كبرت النوت باد وبعدين كتبت هنا تست فايل سيف فايل سيف وين سيف داونلود ذير وي جو سيف Tests. Come on. Save. File. Exit. Alright. كده أنا مثلاً خلصت التوتوريال بتاعتي. بفتح الـ Step Recorder، بعمل Stop Recorder. And voila. Check this out. خد لك الـ Screen Shots كلها. Okay. وزيدك من الشعر بيت. بيعمل هايلايت بالاخضر انت وين عملت الكليك، وبيكتب كمان user left click on start button once you finish you save. No button can save it. See. Alright. هسيبها هنا. Very small. Demo and save. As test let's go. عشان هوريك ايش الميزه اللي في التول دي بالذات، الاخ اللي بيعمل توتوريالز ديمو. الملف بيجي مضغوط، اوكي، فانت you just extract it. Extract all. وادي التسجيل بتاعك. التسجيل بتاعك اصبح ملف HTML. عارف يعني ايه ملف؟ يعني ممكن تعمل رايت كليك تفتح الفايل ده بالوورد. كونك فتحته بالوورد خلاص انت ممكن تعدل على الفايل زي ما انت عاوز، تمسح الكلام اللي فوق ده، اوكي، تخلي الستبس، تحط التمبليت بتاعتك زي ما انت عاوز.